كل الأنظار على هذا الملعب سيجنال إيدونا بارك، والتحايا لكم سيداتي وسادتي عبر قنوات الجزيرة الرياضية. نأمل أن نقضي وإياكم أوقات ممتعة مع هذه القمة الكروية الكبيرة جدا. دورتموند في صدارة المجموعة السادسة 6 نقاط، بداية الرصيد مع أرسنال ومع نابولي أيضا، ولكن بفارق الأهداف لمصلحة الفريق الألماني +3، أرسنال +2 على مستوى الفرق. فارق الأهداف بينما نابولي ب6 نقاط، ولكن بدون أن يكون لمصلحة فارق على مستوى الأهداف بالنسبة لي للفريق الإيطالي الذي يخوض مباراة قد تكون سهلة إلى حد ما ضد مارسيليا الفرنسي في نابولي. هذا هو يورغن كلوب الذي أشاد كثيرا بخصمه في مباراة اليوم أرسن فينجر، وتحدث بطريقة لم يتحدث فيها من قبل عن مدرب منافسته أعشق، ومعه المثل الأعلى بالنسبة له. كرة تعود مرة أخرى جميلة وانطلاقة على يمين، كوبا يحاول لمسة خطيرة، روينز يبحث عن حل يلعبها ليفاندوفسكي، وكرة شرارة أولى. شوف اللقطة، ليفاندوفسكي حذاري أرسنال في السنتيمتر، ممكن يسجل لك هدف في سنتيمترات من الممكن أن يلدغ سباك الكونرز. ركنية لدورتموند، يحاولون، يهاجمون، يتقدمون، يريدون انتصار. 3 فاية من يستعيدها، إنه ثانية. الأرسنال يحاول التغطية الركنية الأولى، المدافع موجهة إلى مرمى دورتموند. هل أنها ستضرب بقوة اليوم؟ طبعا متوقع أن أرسنال سيظهر بكل ما لديه من قوة. هوملس من بين الغائبين عن مباراة اليوم، هوملس يتابع، وبينما كرة من جانب أوزيل يلعبها لسانتي مرة أخرى، مسعود كرة عربية نحو القائم الثاني خطيرة، ولكن فيليان فينار يتدخل يبعدها بقبضة اليد، يستعيدها رمزي. الكنرز يهاجمون الآن، رمزي يحاول على اليسار مضغوط عليه، وكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية لم يعلن وجهة القادمة. الأقرب أنها الفريق الوفاري، ولكن هنالك بعض الاحتمالات الأخرى أن يكون في مكان آخر. كرة تلعب نحو القائم الثاني خطيرة وراسية، فرصة جميلة، كرة خطيرة للألمان، جميلة جدا لمصلحة دورتموند، تهديد حقيقي، لمسة خطيرة، لعبة قريبة إلى المرمى، مرت بسلام بالنسبة للحارس جيسيني. اللقطة كانت من نيفين سوبوتيتش المدافع الذي كان خطيرا في الكرة الماضية. كرة فيها تغطية وتدركية على يسار جيسيني، الكل يترقبها ينتظرها، تعود مرة أخرى، محاولة من نوري، كرة عرضية تبعد من الدفاع، عادت تسديدة، ولكن أيضا التغطية، وكرة أخرى بعيدة بدون تركيز انتهت خطورتها. بعد ذلك إلى ضربة مرمى للأرسنال. هذه عادة محاولة الفريق الألماني، التسديدة جاءت بعيدة جدا، التغطية في المرة الأولى من بيرت زاكر. يعرف جيدا دورتموند النجم الألماني، شوف ردة الفعل من جانبي المدرب المتحمس كالمعتاد يورغن كلوب. كرة ومحاولة في وسط الملعب، يورغن كلوب يمين كيفن يحاول الآن، لمسة جميلة جدا، انطلاقة رائعة لمصلحة كوبا، البحث عن كرة عرضية جميلة، كرة الدفاع يتدخل، حذاري من ليفاندوفسكي. مثل هذه الكرات، هي كرات كان ينتظرها، كان يترقبها، مثل هذه الكرات العرضية جميلة كانت من كوبا. حكم مباراة اليوم الهولندي بيون كويبرس، يلقب بالسوبرمان في هولندا بسبب إخراجه الكثير للبطاقات الحمراء. محاولة لمصلحة فريق دورتموند، كرة عرضية متاحة نحو القائم الثاني، تحضير بالرأس، ولكن هنالك صافرة، وحكم المباراة يشير إلى خطأ لمصلحة ثانية، خطأ لمصلحة بكاري ثانية. تغطية وتدخل كان من جانب سفين بندر في اللقطة الماضية، وبعد ذلك حكم اللقاء أشار إلى خطأ. كويبرس حكم مباراة اليوم مثل ما ذكرت، يلقب السوبرمان في هولندا لأنه اشتهر بإخراج البطاقات الحمراء. 55 سيطر على الكرة، أرسنال حافظ على الكرة مقابل 45% لدورتموند. كرة فيها تغطية وتدخل، مبدأ الأفضلية خطيرة الآن، ومختاريان يا إلهي،
خطيرة لدورتموند. شوف اللقطة مرة أخرى، مبدأ الأفضلية، المرمى كان مكشوف أمام مختاريان لكنه ضيع فرصة لا تضيع، ضيع أول أهداف دورتموند في هذا اللقاء. كرة مختاريان لم تختار الطريق الصحيح، لم تختار الطريق الصحيح نحو المرمى، رغم أن المرمى كان مكشوفا أمامه. ضاع جرين، تكتيكية صعبة جدا على أرسن فينجر وعلى يورجن كلوب. كرة ومحاولة الآن لمصلحة ليفاندوفسكي، تسديدة جميلة ولكنها تمر بمحاذاة القائم. حلوة كانت من ليفاندوفسكي، زحمة الناس تحتاج في بعض الأوقات إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، القدم اليمنى التي تعرف جيدا طريق المرمى، لكن كرة هذه المرة جاءت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس تشيزني. صوب ليفاندوفسكي.